من مع اخر سطر يلا مسحتو كامل الكلمه يلا الكلمة روني الكلمة المحطة نعم محطة الحافلات إذا المحطة المحطة جيد عادي كنا زقاق هذا الكلمة المحطة ما تمسحوش الكلمة راكم توقفوا على الكلمة تمسحوهم نضعوا المحطة في دائرة ولا في غيمة بسرعة يلا على هذا السطر بسرعة عادي على هذا السطر كلمة يلا عادي يلا بابا كتير معاهم شكرا بعد هذا طويلة خذ اللوحة بسرعة مكانك على هذا السطر أيوب كلمة تدل أو لها نفس المعنى لكلمة الألم ألم ما هي الكلمة على هذا السطر الخامس التي تدل على كلمة الألم يتألم ألم يلا علي مش بدي أخبي له حتىك يلا ألم واحد اثنان ثلاثة نقلب اللوحة نقلب اللوحة واحد اثنان ثلاثة نضع الأقلام نقلب بسرعة نطري دعاء يكون سلامة 12 الياس ياسر جردين عادي كيف توجع صحيحة صحيحة وعد أعطوني اللوحة نشوف ما هي الكلمة وجع عين الوجع الوجع كتبتي تي فتوجع ما كاش كلمة توجع تألم توجع صحيحة ولكن الألم هو الوجع جيد يلا كلمة توجع بسرعة
بسرعة. الغرفة وضب اللوحة، يلا يلا بسرعة بسرعة دعاء. الكلمة الموالية، شكرا. الكلمة الموالية: أحس بوجع في قدميه فتوجه إلى المحطة وركب حافلة وعاد إلى البيت. انتبه الكلمة الموالية لازم تكونوا شاطرين، نفس التلاميذ راهم يقراوا البقية. والباقي لازم تكونوا سريعين في القراءة. ننتبه. ما هي وسيلة النقل التي عاد بها أو عاد عليها أكرم إلى البيت؟ ما هي وسيلة النقل التي عاد عليها أو عاد بها أكرم يلا ندى إلى البيت؟ أعطني شوف. حافلة، إذا عاد إلى البيت بالحافلة. يمينة كلمة زرقاء بسرعة، ابحثي عن كلمة الحافلة. يلا بسرعة بقية بسرعة بسرعة جيد. يلا ننتبه. آخر كلمة. مزال يلا ننتبه. رمي وبدلو. يلا بسرعة ننتبه. الآن ننتبه. الآن عندي كم؟ عندي سبورة. أيوة السبورة. يلا حلها السبورة. ما هي الكلمة في السطر الأخير التي تدل على شعرة؟ شعرة، شعرة، يشعر، يشعر بالخوف، يشعر بالسعادة. شعرة. أي من أقلادي؟ قلب اللوحة. شعرة. قلب اللوحة. ركبوا لهم كامل ياس الكلمة هذه. قلب كامل كامل شافوها. واحد. اثنان. ثلاثة. ما طلعش ياس. قلب لهم كامل اللوحة ما طلعش صبورة. أجلس أجلس. الكلمة هي ارفع لوحة، ارفع لوحة الآن، اطلع. كاين بيتي، كاين بيتي في كاين السطر الثاني، اكتبوا خلاص. اطلع أيمن، آية، اطلع. ما طلعش ياسر، لأنك وريت لهم اللوحة تاعك، وريت لهم واش كتبت؟ واش كتبت الكلمة؟ واش هي الكلمة؟ فارس وش الكلمة؟ يا يعني ساك تتكلم ونجيب الدار تتكلم، نجيب الدار مكانك. إذا ما هي الكلمة؟ أعطوني الكلمة. أحس شعر. أحس يلا يمن سيرة ضع. أحس في ذاكرة. بسرعة تنتبه البقية. خبي لوحة تاعك، طاقة ما تويدهمش لوحة تاعك. كاين كلمة على الصبورة في آخر السطر، كتبوا هنا. كاين كلمة في آخر السطر كما نلاحظ، في آخر السطر كلمة، انتبه جيدا، معناها يا نيس، معناها اذهب أو يذهب نحو باتجاه ما. يذهب أو ذهب باتجاه ما. أيوة كل واحد يشوف لوحة تاعو. كل واحد يعتمد على نفسه. ما هي الكلمة في آخر السطر التي تدل على ذهب في اتجاه
ثلاثة. مفعلها ضرب لم الآن. اطلع. الوحيد اللي دار الكلمة صحيحة. شوف هنا. أحسنتي لينا في نفس المباراة. أفضل معاك. جيد. ثلاثة. ثلاثة درس. ثلاثة فقط درس. إيه؟ يلا. حتى لو نشوف غوري منهم. ما هي الكلمة؟ توجه. توجه نحو. توجه ذهب باتجاه. توجه ذهب باتجاه. إلياس. شكرا. يلا إلياس تاني ظاهرة توجه. وخذ له حشاك إلى مكانك. يلا بسرعة تتلمي تسري. تتلمي. فتوجه. أحسنت. رقم واحد. ما هي الكلمات التي وضعناها في غيمة حمراء؟ ما هي الكلمات التي لا تركز. ما هي الآية؟ ما هي الكلمات التي وضعناها؟ لماذا وضعنا بعض الكلمات في غيمتنا؟ أحطنا حوطنا حولها بالأحمر والأخرى بالأزرق. لماذا؟ لماذا استعملنا لونين دعاء؟ لماذا استعملنا لونين؟ هذا ما شعلنا هذا الموزي ما شعلنا الزنزي. لأن الحلقة بلون أزرق والزنزي باللون أحمر. أحسن. إذا وضعنا كل الكلمات التي تشمل حرف الجيم باللون الأحمر أدب، والكلمات التي تشمل حرف الحاء باللون الأزرق. ماذا سنفعل الآن؟ ماذا سنفعل؟ سنمسح كل الكلمات التي لا علاقة لها بحرف الجيم، أو نكتفي بالكلمات التي في الغيمات أو التي حرمتنا عليها. الآن أنا أمسح بسرعة لتتربح الوقت. هذه من أجل المسحورة، إنه عندنا الكثير من الكلمات. الحذاء، قلنا الحذاء أهو. إذا نمسح الكلمات المكررة أو التي نكتفي بالقدر الذي لدينا. عسى الله يبارك. عندنا الكثير من الكلمات التي تشمل حرف الحاء وحرف الجيم. الآن المسابقة ما بين الإناث والذكور، من يكتب أكبر عدد من الكلمات بحرف الجيم ينقلها على اليمين أو على اليسار كما فعلنا في الأسبوع الماضي. مسابقة ما بين الإناث وما بين الذكور. الآن هذه الكلمات الموجودة في الغيمات أو التي حوطناها عفوا. الآن الأزرق والأحمر. سنضع حرف الجيم على اليمين، على اليسار عفوا، أنا حتى على اليمين، حتى على اليمين ولكن أنا حقابلكم. على اليسار، على يساري أنا وعلى يمينكم أنتم. على يساري ستضعون حرف الجيم، وعلى يميني ستضع حرف الحاء. الآن نحتاج إلى تلميذين سريعين في الكتابة، سريعين في الكتابة. أطلعي الفتيل وقريب لينا بسرعة. نبدأ المسابقة.